محمد الكيلاني، أول شاب مصري يقطع مسافة 100 كيلومتر بطرف صناعي، والذي تحول في الساعات الأخيرة إلى حديث الساعة على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. محمد سينضم إلينا الآن مباشرة من استديوهات اليوم في القاهرة ليروي لنا قصة هذا الإنجاز وكل المراحل التي مر بها وصولا لتحقيقه. محمد الكيلاني، شكرا لتلبيتك هذه الدعوة ومبروك هذا الإنجاز العظيم طبعا يلي حققته باجتيازك المسافة بين القاهرة وعين السخنة مشيا. اهلا وسهلا بحضرتك محمد. شكرا محمد. يعني بداية، شو بيعني لك هيدا الإنجاز يلي كما ذكرنا حصد الكثير من التقدير والتنويه على مواقع السوشيال ميديا؟ يعني حاجة حلم انا حققته ما كنتش متوقع ان انا احققه. حاجة ما كنتش متوقع عليها بصراحة، لأن المسافة كبيرة جدا. ما كنتش متوقع ان انا اعملها نهائي جدا، ان انا مثلا 100 كيلو. هو بالطبيعي مثلا ان انا بتحرك عادي، حركت عادي جدا وبجري مثلا مسافات لحد 7 كيلومتر جري بالطرف الصناعي، يعتبر برضو اول مصري يجري بطرف صناعي. تمام، وبجري مسافات لحد 7 كيلومتر. بس يعني حتة ان انا افضل 3 ايام ماشي ولابس بالطرف و100 كيلو، الموضوع يعني هو كان صعب جدا، بس الحمد لله يعني الإرادة بتصنع المستحيل. نعم، بعرف محمد يعني انه اللي صار معك منه بالذكرى السعيدة يلي بيتمنى اي احد انه يستعيدها، ولكن خبرنا شوي لو سمحت شو صار هيداك النهار تحديدا بمحطة القطار. خبرنا نحن والمشاهدين تنكون اكثر باطار القصة. انا عندي 25 سنة. من حوالي 6 سنين كده بالظبط كنت في طريقي للكلية من المنوفية لطنطا. كنت في سنة أولى كلية، لسه بقالي شهرين، وأثناء ركوب القطار في 7 الصبح يوم 1/12/2011 وقعت من القطر، وأنا بركب كده من الزحمة وبتاع، فوقعت تحت القطر بالظبط، وحصل وقتها بتر الرجل اليمين بالكامل. الموضوع كان صعب، الموضوع بالنسبة لي الحمد لله ربنا كان أنعم عليا بالرضا والصبر وقتها الحمد لله والتحمل. وقتها الموضوع كان صعب جدا على الاهل والبيت والاسره وكده. يعني هون محمد رح اسالك، أنا اكيد محسيتش. انا هون بدي اسالك عن الايام الاولى يلي تلت هيدا الحادث. كيف كانت هالايام؟ شو بتتذكر منها؟ ومن وين انت استوحيت او استمديت هالقوه؟ هو البدايه اصلا، في البدايه اصلا اول ما انا وقعت، فالمهم ان انا وقعت على وشي، فقمت بنفط هدومي كده، فاتفاجئت ان القطر داس على رجلي، يعني القطر قطع رجلي بالكامل. فالموضوع يعني انا ما حسيتش اصلا بالموضوع، فالناس موجوده حواليا، وفي ناس بتعيط، وفي ناس مش يعني خايفه من المنظر. ولكن سبحان الله اول حاجه طلبتها وقتها، طلبت ان انا يجيبوا لي حاجه واربط رجلي من فوق الركبه، بحيث ان انا اوقف الدم اللي كان شغال. لحد ما الاسعاف جات لي مثلا بعد ربع ساعه، وقبل ما تيجي الاسعاف طبعا كنت انا اللي بلغت والدي، قلت له انا عملت حادثه، بس حادثه عربيه يعني صغيره، وفي طريق للمستشفى يعني وكده. اما جه المستشفى طبعا اتفاجئ بالموضوع، واتفاجئ بالموضوع ان في بتر وكده. فانا طبعا المفروض ان انا حولوني من المنوفيه للقاهره وبالعربيه الاسعاف، فانا راكب في عربيه الاسعاف. وقتها والدتي كانت مفكره ان الموضوع كله شرايح ومسامير والموضوع هينتهي، ولكن انا من البدايه يعني من منظر رجلي لما شفتها من بدايه، من اول ما قمت وانا عارف ان الموضوع لا مفر منه، اللي هو بتر، لازم انا رجلي بالكامل يحصل لها بتر. فأول حي أيام وقتها جدا فكرت، يعني جالي وحي كده واستوحيت إن أنا يعني لو اتحط مكان رجلي دي أي حاجة، يعني حتى لو خشبة، فأنا هقدر أمشي وأتحرك عادي يعني. الحمد لله رحت عملت عملية البتر وطلعت. الموضوع كان صعب جدا على البيت وعلى أهلي وعلى الأسرة عامة. كانوا كلهم خايفين وانا طالع من اوضه العمليات، ولكن انا اصلا في اوضه العمليات كنت حاسس بكل حاجه، يعني انا حتى ما فقدتش الوعي لحظه خالص من بدايه الحادثه لحد ما عملت موضوع البتر وكده.
نعم يعني واضح محمد من خلال إن أنا من خلال حديثك واضح يعني من طريق تعاطيك مع هالقصة والأحداث اللي صاروا فيها المرات فيهم يعني أنت شخص كتير قوي وكتير معنويا قوي وكنت متحكم بالوضع وعم تتجاوب يعني وعم تتفاعل معه بالطريقة اللازمة ولكن قد إيه أخذك من وقت لاستئناف نشاطك الرياضي والعودة للتمارين ومين كان أبرز المشجعين طبعا والداعمين لألك؟ في البداية أنا في خلال 6 شهور كنت مركب الطرف الصناعي وإن أنا رجعت أمارس حياتي عادي جدا رحت الكلية رحت الجامعة عادي وخلصت جامعية الحمد لله واتخرجت بتقدير جيد جدا وأنا حاليا بكمل دراسات عليا وشغال أي تي في شركة مشروعات هندسية أنا ما كنت يعني قبل الحادثة أنا ما كنت الشخص يعني ما كنت الشخص كنت شخص تافه ما كنت الشخص ما كنتش راضي خالص ما كانش عندي أي رياضة ما كنتش بمارس أي رياضة ما كانش عندي هدف أو حلم عايش عشانه ما كانش في أي حاجة في دماغي كنت حتى اجتماعيا نفسها ما كنتش حتى شخص اجتماعي وكده فمن حوالي سنة ونص كده أو سنتين بالظبط كنت انا دخلت في حاله نفسيه كده سيئه شويه كان في تعب في رجلي والتعب ده كان المفروض مطالب ان هو ان انا اعمل عمليه تاني في مكان البتر فانا عشان ما ادخلش الاهل ووالدي في الحاله اللي كانوا دخلوا لها قبل كده وقت الحادثه فاضطريت ان انا اخد الطريق لوحدي ان انا امشي الطريق لوحدي واروح لدكتور واثنين وثلاثه بحيث ان انا ايه يعني احاول اطلع من الـ يعني احاول اشوف حل ان انا ما اعملش عمليه تاني ومش عارف ان انا هجيب الموضوع لاهلي ازاي او لوالدي ازاي الحمد لله مع مرور الوقت وكده حسيت ان موضوع التعب بيروح يوم عن التاني ففي يوم كنت اسمع عن مجموعات جري بتجري كل يوم الصبح اسمهم كايرو رانرز فقررت ان انا معاهم اروح اشارك معاهم كمشاركه معنويه انا عارف الطبيعي ان انا شخص برجل واحده فالطبيعي جدا ان انا مستحيل ان انا اجري فقررت ان انا اشارك معاهم مشاركه معنويا وقابلت حد من الاورجنايزر فقلت له انا ظروفي كذا كذا فقال لي هو مش كل الناس بتجري في ناس كتير بتمشي ففعلا ابتديت معاهم وابتديت ان انا امشي خطوه خطوه لحد ما بجيت في منزل كده فلقيت رجلي بتمد ولقيتني باخد خطوتين على رجلي السليمه وخطوه على الطرف الصناعي نعم وكيف بلشت فعلا يعني ان انا عندي القدره نعم محمد بعتذر على المقاطعة نعم. ولكن بدي أعرف يعني بما تبقى لدي من وقت بدي أعرف كيف بلشت أي متى أخذت القرار أنك تقوم بهيدي الرحلة من القاهرة إلى عين السخنة وليش قررت تقوم فيها؟ أنا بتمرن في جيم بتمرن في مكان اسمه فتولجي فالمكان عرض الفكرة عليا وعرض الفكر على ناس اعاقات مختلفه بس انا اعتبر كنت انا اصعب الاعاقه اللي موجوده يعني انا كنت اصعب اصابه موجوده لان الباقيين كانت كراسي متحركه وكان حد عنده اصابه ثانيه في دراعه بس رجليه سليمه فانا اعتبر كانت اصعب حاجه موجوده فعرض عليا فكره ال 100 كيلو وان احنا نمشي بهدف او برساله ان احنا نوصل للعالم كله ان مفيش حاجه اسمها اعاقه وان الاراده بتصنع المستحيل وان الانسان طالما عنده اراده وعزيمه فهو يصنع اي حاجه هو عايزها الحمد لله ابتديت ان انا اول يوم خدناهم في 3 ايام نعم ابتديت يوم الجمعه 27 انطلقت الساعه اتركنا الساعه 5 الفجر طبعا كان معانا عربيه اسعاف وكان معانا مكان زي حمام كده وكرفان وكان فيه كل التجهيزات الحمد لله وابتدينا وكنا بنمشي من الساعه 5 للساعه 5 من الساعه 5 الفجر للساعه 5 محددين في كل يوم 35 كيلو تمام نعم. في ال 35 كيلو كنا مخلص كل يوم 35 كيلو والمفروض ان احنا اتحركنا الجمعه الساعه 5 ووصلنا يوم الحد ثالث يوم الساعه 3 العصر طبعا كل يوم كل كيلو كنا بنعديه شو ابرز الصعوبات محمد يعني شو ابرز الصعوبات اللي واجهتها على الطريق شو كانت اصعب شيء اصعب شيء كانت الشمس ثاني يوم كانت الشمس كتير شديده يعني كانت صعبه كتير جدا وانا وحكايه ان انا افضل 3 ايام ماشي ولابس الطرف الصناعي وبتحرك بيه كان طبعا عملي اصابات وعملي جروح وكده حتى ثالث يوم مثلا كان فاضل لي 10 كيلو وحصل لي اصابه كبيره في رجلي
فالاصابه اضطرت ان انا دخلت الاسعاف وحطيت شاش وكده وابتديت. وقتها تدركت ان انا الحلم بيضاع مني وان انا مش هكمل الحلم اللي انا كنت. بس وقتها فعلا مسكت ضغطت على نفسي وتحملت لحد ما وصلت لحد الاخر. وبعدها فعلا تدركت ان ربنا بيبعت لكل واحد صعوبات في الطريق بتاعه في الحلم بتاعه عشان بعد كده يبقى مبسوط بالحلم اللي هو حققه وبالانجاز اللي هو عمله. واكبر دليل وين انت موجود هلا يا محمد وكل الاشخاص اللي عم يتابعوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الاعلاميه طبعا هن فخورين بيك وانت اليوم مصدر وحي لهم وقوه. محمد الكيلاني اول شاب مصري بيقطع مسافه 100 كيلومتر بطرف صناعي، شكرا لحضورك معنا اليوم، بتمنى لك التوفيق بكل رحلاتك وانجازاتك المستقبليه.